أهلا أحبائنا مشاهدينا في كل مكان. حديثنا في هذه الحلقة عن يوم الخمسين، تاريخية يوم الخمسين وأهمية هذا اليوم وما حصل في هذا اليوم ونتائج هذا اليوم. طبعا يقول الكتاب: ولما حضر يوم الخمسين المستمعين والمشاهدين كانوا من اليهود في مدينة أورشليم، وطبعا أغلب اليهود بيبقوا من أيام الفصح، لأنه من الفصح إلى يوم الخمسين 50 يوم، وطبعا بيبقوا حتى يحتفلوا في هذا العيد، وعادة هذا العيد بيكون في شهر أيار أو حزيران، مايو أو يونيو، فبيجي بعد 50 يوم من الفصح، تقديم ذبيحة الفصح. وطبعا لما حضر يوم الخمسين بيتكلم عن تاريخية مهمة لهذا الحدث اللي صار في تاريخ الكنيسة، ورح نسمع عن هذا الموضوع بعد قليل. أنا بشجعكم أنه تشاهدوا هذه الحلقة وتتعرفوا، يمكن في أسماء أو مسميات إحنا بنستخدمها أو بنستعملها، ومرات كتير أحبائنا أو جمهورنا ما عندوش فكرة عن إيش بنتكلم، ولكن بنعمة الرب رح نتكلم عن هذا الموضوع. ابقوا معي، سأعود بعد هذا الفاصل القصير. أهلا أحبائنا مشاهدينا، حديثنا في هذه الحلقة عن يوم الخمسين. أضيف هذه الحلقة في مسافة بعيدة شوي من القاهرة، القس رضا عدلي. ومن لا يعرف القس رضا عدلي، طبعا معروف جدا، ترك أثر وبصمة كبيرة على الخدمة وعلى الكنائس في مصر، وطبعا تأثيره على معظم كنائس الشرق الأوسط وأماكن عديدة من العالم. وطبعا الشهرة، يمكن اللي كبار شوي مثل بيتذكر برامج الراديو الرائعة وفريق الحياة الأفضل وهكذا، ممكن أتكلم طويل ولكن أصفه بجملة: رجل الله. رح يكون معنا عن طريق الزوم ويحدثنا عن هذا الموضوع. قسيس رضا، أهلا وسهلا فيك في برنامج ليكن نور. أهلا وسهلا أسيس نزار، أنا سعيد أن أكون موجود مع صديق وأخ ترك بصمته على خريطة عمل الله في العالم وفي منطقة الشرق الأوسط. زار بلادنا في مصر مرات عديدة، الله استخدمه في الشرق والغرب، خاصة في مجال الميديا وزيارة البلاد والأرض في فلسطين والموضوعات الشيقة اللي استمتعنا بيها وتباركنا وفهمنا كلمة الله بصورة أوضح. أشكرك للاستضافة وأصلي من كل القلب أنه ليكن نور فعلا على قلبي وعلى قلب حضرتك وعلى قلب جمهور المشاهدات والمشاهدين في هذه الحلقة. حبيبي شكرا كتير قسيس. حديثنا اليوم، طبعا العالم المسيحي بشكل عام بغض النظر الطوائف بيحتفلوا في هذه الفترة بيوم ما يسمى عيد العنصرة أو عيد حلول الروح القدس، ولكن هذا الحدث كان يسمى يوم الخمسين، حدث في يوم الخمسين. إذا ممكن تعطينا مقدمة أو فكرة بس عن يوم الخمسين قبل ما ندخل في فحوى الموضوع. شكرا. بالفعل الحقيقة ولما حضر يوم الخمسين، يبقى إذن التعبير ده الموجود في سفر الأعمال
أصحاح 2 ابتداء من الآية الأولى بيأكد لنا أنه ده كان يوم معين محدد له خلفية، له خلفية تاريخية، وكان جماعة التلاميذ وكل اليهود الموجودين في فلسطين وفي العالم أجمع كانوا بينتظروه، وبالتالي كان جماعة التلاميذ أيضا ينتظروه. ولما حضر يوم الخمسين، حقيقة يوم الخمسين له تاريخية، كما أن يوم الخمسين يوم تاريخي. لما نتكلم عن تاريخية يوم الخمسين أسيس نزار، يبقى بنتكلم عن الماضي، تاريخية يوم الخمسين أكيد. عشان كده أنا أرجو أن إحنا لو نقدر نشوف على الشاشة سفر اللاويين أصحاح 23، نبص نلاقي أنه بيبدأ هذا الأصحاح بالحديث عن الفصح. في اليوم الرابع عشر من الشهر الأول كان عيد الفصح، الفصح اللي هو شخص الرب يسوع، يرمز يعني شخص الرب يسوع زي ما يقول الكتاب، لأن فصحنا أيضا المسيح قد ذبح لأجلنا، الفصح اللي ذبحوه شعب الرب ووضعوا الدم على القائمتين والعتبة العليا، الفصح اللي شبع به كل بيت من البيوت العبرانية في أرض مصر، واللي الرب من خلال دم الفصح أعطاهم حماية وأعطاهم تحرير أيضا. ده في اليوم الرابع عشر من الشهر، يوم 14، خلي بالك من التاريخ، يوم 14. يوم 15 أسيس نزار، اليوم التالي ليوم الفصح، كان عيد الفطير، عيد الفطير، والرب يسوع هو الفطير القدوس النقي، قداسة شخص الرب يسوع. إذا كان الفصح يشير إلى دم المسيح وكفارة المسيح، في عيد الفطير يشير إلى قداسة شخص المسيح. يبقى عندي يوم 14 يوم الفصح، يوم 15 يوم الفطير عيد الفطير، ويوم 16 عيد الباكورة، عيد الباكورة. نقرأ في الكتاب المقدس في سفر اللاويين أصحاح 13، نبص تلاقي الكتاب بيقول هذه الكلمات في الآية 9 الآية 10، كلم الرب موسى قائلا في لاويين 23 الآية 10، كلم بني إسرائيل وقل لهم متى جئتم إلى الأرض التي أنا أعطيكم وحصدتم حصيدها، تأتون بحزمة أول حصيدكم إلى الكاهن فيردد الحزمة أمام الرب للرضا عنكم في غد السبت، يرددها الكاهن. يبقى النهاردة يوم الفصح هو بيعتبروه سبت، سبت مقدس يعني يوم راحة. غد السبت اليوم 15 يجيبوا عيد الفطير، يوم 15 يوم 16 يبقى عيد الباكورة، عيد الباكورة أول حزمة تيجي تتقدم للرب. 14 عيد الفصح، 15 عيد الفطير، 16 عيد الباكورة. الرب يسوع قام من بين الأموات، هو باكورة الراقدين زي ما بيعلمنا الكتاب في العهد الجديد. الشيء الرائع بقى اللي نفسي نحن نخلي بالنا منه يا أسيس نزار هو الآتي. أنا مش عارف إذا كنت أنت شاطر في الحساب ولا مش شاطر زي حالتي، أنا أخير بخلي الله في الحساب. بتعلم يا أسيس. يا ريت تاخدني معاك يا أسيس نزار نتعلم سوا. أركن تطلع على الشاشة لو أمكن، لويين 23 الآية 15 والآية 16. خلي بالكم المشاهدات والمشاهدين، وأنا بقرأ وإنتوا كمان بتطلعوا على الشاشة الكلام ده، ويقول ثم تحسبون لكم من غد السبت من يوم إتيانكم بحزمة الترديد 7 أسابيع تكون كاملة، إلى غد السبت السابع تحسبون 50 يوما، ثم تقربون تقدمة جديدة للرب من مساكنكم، إلى آخر هذا النص. يعني إيه؟ من غد السبت، من غد السبت، احنا قلنا يوم الفصح يوم 14، يوم 15 عيد الفطير، غد السبت يوم 16. من غد السبت تعالوا نشوفهم طبقهم على شخص الرب يسوع. الرب يسوع على الصليب يوم الجمعة يوم 14، الرب يسوع في القبر يوم 15، الرب يسوع قام من بين الأموات يوم 16 يوم الأحد. نحسب 50 يوم من غد السبت اللي هو من يوم الأحد، نحسب 50 يوم يعني ابتداء من يوم الأحد، ما هو غد السبت يبقى الأحد. الأحد نحسب 50 يوم، الأسبوع الأولاني يبقى الحد، 2 3 4 5 جمعة سبت، ده أول أسبوع 7 أيام، وبعدين السبت الثاني، السبت الثالث، السبت الرابع، السبت الخامس، السبت السادس، السبت السابع، يجي يوم 50 يوم إيه؟
يجي يوم الخمسين يوم الأحد، لأن الأسبوع عندنا من غد السبت حد اثنين ثلاث أربع خميس جمعة سبت، سبع أسابيع، سبعة في سبعة تسعة وأربعين، يوم الخمسين يجي يوم الأحد. هو ده يوم الخمسين اللي فيه كان شعب إسرائيل بيجيب تقدمة من البيت، تقدمة الباكورة يوم ستة يوم 16 من الحقل، لكن تقدمة الخمسين من البيت. الرب يسوع قام من الحقل من بين الأموات، لما صعد إلى بيت الآب أرسل لنا الروح القدس في يوم الخمسين. يوم الخمسين إذن هو يوم حلول الروح القدس اللي كانوا فيه بيقدموا تقدمة من مساكنهم. الرب يسوع صعد إلى المجد، جلس عن يمين العظمة، والرب يسوع أرسل الروح القدس لما حضر يوم الخمسين. يعني الفصح 14، الفطير 15، الباكورة 16، ومن غد السبت نحسب، من يوم الأحد نحسب سبعة أسابيع، يوم الخمسين يجي يوم الأحد، يوم بداية الكنيسة المسيحية. ده يوم الخمسين يا أسيس نزار، لما حضر يوم الخمسين. شكرا جزيلا أسيس رضا. وطبعا له مسميات كثيرة، عندنا في البلاد بسموه حاج شفعوت، عيد الأسابيع، مثل ما ذكر القس رضا عن الأسابيع 49 يوم، وطبعا يوم الخمسين اللي هو يوم الخمسين. وبسموه كمان أحيانا عيد الشكر، لأنه بعد الحصاد بيقدموا رغيفين خبز وبيشكروا الله. وطبعا عدا عن التقدمات العديدة ممكن نرجع لسفر اللاويين، وبيسمى كمان عيد الحصاد، مسميات كثيرة. ولكن أصبح هذا العيد أسيس رضا عيد مسيحي بغض النظر التسميات، منسميه عيد العنصر. ولكن إحنا اليوم تركيزنا عن أهمية هذا اليوم، ولسيما من سفر أعمال الرسل كما ذكرت من الآية أعمال الرسل إصحاح 2، ولما حضر يوم الخمسين. إيه اللي بيميز هذا العيد وهذا اليوم بالنسبة للكالندر، بالنسبة للرزنامة المسيحية؟ زي ما تفضلت يا أسيس نزار، إنه يوم الخمسين يوم له تاريخية، يعني يرجع للماضي، لكن يوم الخمسين يوم تاريخي. وأنا أرجوك ما تصدمش، ولا حد من المشاهدات والمشاهدين يصدم لما يسمع العبارة الجاية دي. يوم الخمسين يوم تاريخي غير قابل للتكرار. ما تتخانقوش معايا، هقول لكم ليه غير قابل للتكرار. وأنا عاوز أقول لك ليه، لأنه مرتبط بحدث تاريخي لا يتكرر. فالرب يسوع مات مرة واحدة، الرب يسوع دفن مرة واحدة، الرب يسوع قام مرة واحدة، الرب يسوع صعد إلى الأمجاد مرة واحدة، وإرسال الروح القدس في يوم الخمسين مرتبط بتمجيد يسوع. مرتبط بتمجيد يسوع، يعني مرتبط جزء من العمل الفدائي اللي الرب يسوع عمله على الصليب. عشان كده يوم الخمسين لا يتكرر. أنا عايز أقول الرب ممكن يعمل أيام أعظم من يوم الخمسين، أعظم من يوم الخمسين، وعمل بالفعل ويعمل وسيعمل ربما أفضل من يوم الخمسين بالنسبة لقدرته على تغيير النفوس والشهادة. لكن يوم الخمسين ده بالذات يوم غير قابل للتكرار، لأنه مرتبط بتمجيد يسوع. أنا عايز أقول في يوحنا 7 الآية 37 بيكلمنا الرب يسوع عن هذا اليوم، ويوحنا بيشرح، يتكلم في يوحنا 7 ابتداء من الآية 37 عن الرب يسوع وهو بيشير إلى الروح القدس. قال هذا مشيرا إلى الروح القدس الذي كان المؤمنون به مزمعين أن يقبلوه، لأن الروح لم يكن قد أعطي بعد، لأن يسوع لم يكن قد مجد بعد. يوحنا 7 من 37 إلى 39. في اليوم الأخير العظيم من العيد وقف يسوع وقال: إن عطش أحد فليقبل إلي ويشرب، من آمن بي كما قال الكتاب تجري من بطنه أنهار ماء حي. قال هذا، خلي بالك، مشيرا إلى الروح القدس الذي كان المؤمنون به مزمعين أن يقبلوه، لأن يسوع لم يكن
قد لأن الروح القدس لم يكن قد أعطي بعد، لأن يسوع لم يكن قد موجد بعد. اليوم إذا ممكن تشرح العبارة قسيس رضا، يعني إيش الفكرة من يوم تمجيد يسوع؟ أيوة، يوم تمجيد يسوع مرتبط بقيامة شخص الرب يسوع من بين الأموات، وصعود شخص الرب يسوع إلى المجد، وإرساله للروح القدس. فالرب يسوع عندما قام من بين الأموات وصعد إلى الآب السماوي وجلس عن يمين العظمة في الأعالي، أرسل الروح القدس. فمجيء الروح القدس دليل على أن الرب يسوع قد أكمل العمل، هو اللي قال على الصليب تتلستاي، قد أكمل. وبالتالي عندما قام من بين الأموات وجلس في السماويات، أرسل الروح القدس. عندما تمجد يسوع بالقيامة والصعود وقبول الآب السماوي لعمله الكفاري، أرسل الروح القدس. عشان كده شخص الرب يسوع نفسه بيقول في يوحنا 16 14 يقول: ذاك يمجدني لأنه يأخذ مما للآب ويخبركم، ذاك يمجدني. الروح القدس إذن دليل على أن يسوع قد تمجد، والروح القدس يمجد شخص الرب يسوع. لذلك فيوم 50 يوم تاريخي غير قابل للتكرار، لأنه مرتبط بحادثة تاريخية هي حادثة موت ودفن وقيامة وصعود الرب يسوع وجلوس الرب يسوع في المجد وإرساله للروح القدس. لكن الروح القدس يستطيع أن يفعل أكثر جدا، وفعل بالفعل وسيفعل أكثر مما فعله في يوم 50 عبر التاريخ. فيوم 50 مرتبط بتمجيد يسوع. الرب يسوع أكمل العمل، تمجد وهو الآن ممجد، وإرسال الروح القدس دليل على تمجيد شخص الرب يسوع بالفعل. ومثل ما ذكرت قسيس إنه هذا اليوم أو هذا اليوم التاريخي لا يتكرر. السبب الأول لأنه يوم تمجيد يسوع حضرتك شرحت أنه بشكل مبسط بيتكلم عن عملية الفداء الكامل، موت يسوع، دفن يسوع، قيامة يسوع، ظهورات يسوع، صعود يسوع، وطبعا إرسال الروح القدس. بيتكلم عن حقبة تاريخية تمت في أيام التلاميذ. تفضل قسيس رضا. عايز أضيف حاجة أخرى كمان بالنسبة للأمر، إن ده يوم تاريخي لأنه كمان يا قسيس نزار هو يوم إتمام وعد يسوع للتلاميذ. أيوة. إتمام وعد يسوع للتلاميذ. الرب يسوع قال لهم بصورة واضحة إن الروح القدس اللي يرسله الآب باسمي، زي ما بيتكلم في يوحنا 14:26، يقول يعلمكم، يذكركم. يتكلم في يوحنا 15:26 يقول الروح القدس الذي أنا أرسله إليكم هو هيرسله إليكم. وبالتالي كمان في سفر الأعمال أصحاح 1 يقول موعد الآب الذي سمعتموه مني، وهو يقول خير لكم أن أنطلق، لأنه إن لم أنطلق لا يأتيكم المعزي. يعني الرب يسوع وعد تلاميذه بأنه سوف يرسل لهم الروح القدس، يقول لا أترككم يتامى، إني أرسل لكم الروح المعزي الباراكليتوس. الباراكليتوس هو الروح القدس، روح مش جسم مش شخص، لكن هو الأقنوم الثالث في اللاهوت. أرسل لكم الروح المعزي. وإرسال الروح القدس على التلاميذ في يوم 50 دليل على صدق وعد الرب يسوع ليهم. ظهر لهم 40 يوم، مش يوم ولا 2 ولا 3، بعد ما أمن بين الأموات، وظهر لهم ببراهين مختلفة متنوعة في أماكن مختلفة. أسيس نزار ظهر لأفراد وظهر لاثنينات وظهر لمجموعات، ظهر على البحر وظهر في العلية وظهر في السكة وصعد إلى السماء، وهو بيقول لهم أن لا تبرحوا من أورشليم بل ينتظروا موعد الآب الذي سمعتموه مني. وإرسال الروح القدس في يوم 50 دليل على صدق وعد يسوع المسيح. المسيح لا يخلف الموعد على الإطلاق. فعلا موعد الآب أتى
وإرسال الروح القدس دليل على صدق كلمات يسوع، وهذا بعطي شرعية ومصداقية ليسوع المسيح عندما قال أنه سيقوم في اليوم الثالث وقام، وأعطى مصداقية شرعية لكلام يسوع المسيح أنه سيرسل موعد الآب وأرسل الروح القدس. وهذا طبعا تعبير عن تاريخية هذا اليوم، إنه يوم تمجيد يسوع لا يتكرر، وإتمام وعد يسوع هذا بأكد على مصداقية المسيح. اتفضل أسيس رضا، كمل أنت معنا. الحقيقة إن الرب يسوع زي ما حضرتك تفضلت يا أسيس نزار، وقلت الرب يسوع قال حيثما اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمي فهناك أكون في وسطهم في متى 18-20. إزاي؟ إزاي؟ هو اللي قال ها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر. إزاي؟ الروح القدس موجود، الروح القدس موجود، يكون معكم ماكس فيكم. والرب يسوع لم يتركنا لأن الروح القدس هو روح المسيح اللي بيرشدنا إلى كلام المسيح. وفعلا وجود الروح القدس تأكيد على أن الرب يسوع لم يتركنا على الإطلاق. منين ما يجتمع اثنين أو ثلاثة باسم الرب يسوع، يعني تحت سيادة الرب يسوع، إن اتفق اثنين أو ثلاثة منكم على الأرض يكون لهم. ليه؟ لأنه الروح القدس موجود، الروح القدس بيرشد المؤمنين، الروح القدس موجود معانا، روح المسيح موجود معانا. لأن المسيح وعد، ولأن المسيح نفذ الوعد بتاعه، لأنه ليس إنسانا فيكذب ولا ابن إنسان فيندم. هل يقول ولا يفعل أسيس نزار، أو يتكلم ولا يفي؟ أبدا، هو لا يغير شيء من كلماتي على الإطلاق أبدا. ما عندوش شيء ينسخه ولا يغيره على الإطلاق. هو الحق الذي يقول الحق ويشهد للحق. أمين أمين. ونكمل في موضوعنا عن تاريخية يوم 50، إنه هذا اليوم لا يتكرر مثل ما ذكرت، إنه يوم تمجيد يسوع وإتمام وعد يسوع وقد تم. وأنا بتهيألي أكيد رح تحكي عن نبوات العهد القديم. طبعا طبعا. تفضل طبعا. تفضل السيس. أصل الحقيقة مجيء الروح القدس زي ما قلنا له خلفية تاريخية، لكن في نفس الوقت أسيس نزار العهد القديم بيتكلم عن مجيء الروح القدس وعن وعد الرب يسوع، عن وعد الآب، وعد الأنبياء أن الروح القدس سوف يأتي. أنا أرجو أن احنا نلتفت إلى ما جاء في سفر حزقيال أصحاح 36 والآية 25 إلى 27. حزقيال 36، يا ريت لو نقدر نلاقي على الشاشة الكلمات دي أكون شاكر الفضل لو تطلع، ما أعرفش إزاي. يقول الكتاب هذه الكلمات: وأرش عليكم ماء طاهرا فتطهرون من كل نجساتكم ومن كل أصنامكم أطهركم. خلي بالك من الكلام الجاي اللي الرب يسوع بيوعد بيه، اللي الكتاب بيوعد بيه. وأعطيكم قلبا جديدا. شوف وعد ربنا لنا إيه: وأجعل روحا جديدة في داخلكم وأنزع قلب الحجر من لحمكم وأعطيكم قلب لحم. خلي بالك من الآية 27، بص من فضلك بيقول إيه: وأجعل روحي في داخلكم وأجعلكم تسلكون في فرائضي وتحفظون أحكامي وتعملون بها. هنا وعد مبارك بعد ما فشل شعب إسرائيل إنهم يحفظوا الناموس والشريعة وعصوا الرب عشرات بل مئات المرات. الرب يقول لا، لازم يحصل حاجة جديدة، لازم يكون في عهد جديد. العهد الجديد ده أنا أغيركم من جوه عشان تقدروا تطيعوا كلماتي. هو ده اللي الرب يسوع اتكلم وقال هذا هو دمي الذي للعهد الجديد. لو أذنت لي أسيس نزار، أحب أني أنا أشير إلى نبوة يوئيل أصحاح 2، وياريت لو طلعت على الشاشة أكون شاكر الفضل فعلا. في يوئيل 2 يقول الكتاب هذه الكلمات: ويكون بعد ذلك، الآية 28، يقول 2:28، أني أسكب روحي على كل بشر، فتنبأ بنوكم وبناتكم ويحلم شيوخكم أحلاما ويرى شبابكم رؤى، وعلى العبيد أيضا وعلى الإماء أسكب روحي في تلك الأيام. قد إيه نشكر ربنا من كل القلب من أجل الوعد الموجود في الكلمة المقدسة.
والكتاب بيكلمنا عن هذه الوعود، ان الروح القدس ليس شيئا جديدا، وده اللي حصل في سفر الاعمال. سفر الاعمال اصحاح 2، انا مش عارف اذا كان ممكن نتابع الكلمات دي ولا لا، على الشاشه اعمال 2 من الايه 16. بطرس وقف في يوم الخمسين وبيقول لهم هذه الكلمات من الايه 16، يقول لهم الايه 15 اسف، لان هؤلاء بيشهد لليهود يوم الخمسين، لان هؤلاء ليسوا سكارى كما انتم تظنون، لانها الساعه الثالثه من النهار. خلي بالك من الكلمات الجايه من فضلك، بل هذا ما قيل بايه؟ هذا ما قيل بيوئيل النبي يقول الله: ويكون في الايام الاخيره اني اسكب من روحي على كل بشر، فتنبأ بنوكم وبناتكم وارى شبابكم رؤى ويحلم شيوخكم احلاما، وعلى عبيدي ايضا وامائي اسكب من روحي في تلك الايام فيتنبؤون. النهارده بنشوف ان بطرس وقف يشهد لليهود ويقول لهم، فاكرين الكلام بتاع يوئيل اصحاح 2؟ هو ده اتمام لوعد الرب اللي وعد بيه. يبقى الاب بيوعد بفم انبيائه في العهد القديم، والرب يسوع يقدم وعد، ونرى ان الاب يتمم وعده ويرسل ما سبق وتنبأ به انبياء العهد القديم عن ارسال الروح القدس، وما وعد به شخص الرب يسوع اللي بيقول عنه وعد الاب، موعد الاب الذي سمعتموه مني. انا بشكر ربنا من اجل كتابنا المقدس يا سيدي نزار، كتاب عظيم ورائع، كتب في اكثر من 1500 سنه، وكتبوا اكثر من 40 كاتب، كتب في 3 قارات وبثلاث لغات، لكنه كتاب واحد يشهد لبعضه البعض. أكيد أكيد طبعا، يعني بنشوف أنه كل الكتاب يسير بتناغم، وفعلا الرب ساهر على كلمته ليجريها. أنا برجع بكرر الحديث طبعا عن هذا اليوم المتميز وما حدث في هذا اليوم، مثل ما ذكرت أو حضرتك ذكرت أنه يوم لا يتكرر. السبب الأول ذكرت أنه يوم تمجيد يسوع المسيح، وطبعا السبب الثاني يوم إتمام وعد يسوع المسيح، وطبعا السبب الثالث تتميم النبوات، نبوات العهد القديم، سواء في حزقيال سواء في حتى في إشعياء أو النبي يوئيل. بنشوف أنه كل هذه النبوات تمت في مجيء الروح أو حلول الروح القدس في هذا اليوم الخاص المعروف في الفكر اليهودي. وإذا ممكن نأخذ كمان سبب أسيس قبل وبعدين نطلع لفاصل قصير، تفضل. الحقيقة أسيس نزار أن دي أول مرة في العهد الجديد نرى فيه امتلاء بالروح القدس بصورة، وأرجو برضو أن ما حدش يصدم مني، بصورة لم تتكرر في كل التاريخ الكنيسة المسيحية. يقول لنا الكتاب المقدس في سفر الأعمال أصحاح 2، لما حضر يوم الخمسين كان الجميع معا بنفس واحدة، وحصل عدة أمور لم تتكرر في كل العهد الجديد. اللي حصل صوت كما من هبوب ريح عاصفة، ألسنة منقسمة كأنها من نار استقرت على رأس كل الحاضرين، كان عددهم حوالي 120 شخص أكثر شوية كمان، استقرت على رأس كل واحد. يبقى ريح عاصفة صوت، وكمان شفنا ألسنة منقسمة كأنها من نار، وامتلأ الجميع من الروح القدس وابتدوا يتكلمون بألسنة أخرى كما أعطاهم الروح أن ينطقوا. والمظاهر دي، الريح العاصفة، الألسنة المنقسمة كأنها من نار، الامتلاء الجماعي لكل الموجودين بالروح القدس دون استثناء، والتكلم بألسنة جديدة، كانت هذه هي المرة الأولى التي تحدث في تاريخ الكنيسة المسيحية أو الكنيسة في العهد الجديد. ما بحبش أسميه الكنيسة المسيحية لأنها كنيسة واحدة، حتى العهد القديم الكنيسة التي في البرية عندنا كنيسة واحدة، ما عندناش كنيسة يهودية وكنيسة مسيحية، ما عندناش كنيسة شرقية وكنيسة غربية، عندنا كنيسة واحدة. فدي كانت المرة الأولى سيد نزار اللي بنرى فيها حادثة تاريخية، هي حادثة الامتلاء بالروح القدس
وبنبص نلاقي بعد كده التلاميذ يتكلمون بألسنة أخرى كما أعطاهم الروح أن ينطقوا. وأنا الحقيقة عايز قبل ما أطلع فاصل، آسف عشان أوضح الفكرة، النطق كان أن ينطقوا، كان النطق نطق معجزة لدرجة أنه كان في شعوب كثيرة اللي بتحضر العيد في يوم الخمسين، وهذه الشعوب الموجودة في يوم الخمسين كل واحد سمع الكلام بلغته أو لغة الأم اللي بيتكلمها أصلا. الحقيقة دي معجزة ضخمة يا أسيس نزار، والحقيقة احنا مش عارفين المعجزة دي حصلت ازاي. يا ترى هل حصلت ان فعلا التلاميذ كانوا بيتكلموا بألسنة اخرى، ولا كانوا بيتكلموا وحصلت المعجزة في الاستماع؟ لانه في اعمال 2 الآية 6 يقول فلما صار هذا الصوت اجتمع الجمهور وتحيروا لان كل واحد كان يسمعهم يتكلمون بلغته. وبعدين في الآية 11 يقول كرتيون وعرب نسمعهم يتكلمون بألسنتنا بعظائم الله. على أي حال من الأحوال الروح القدس عطى أن تصل رسالة وبشارة المسيح المقام من بين الأموات أن تصل إلى كل اليهود الموجودين في يوم الخمسين في أورشليم. وإب بطرس وقال لهم بكل جسارة يسوع هذا الذي أخذتموه مسلما بمشورة الله المحتومة وبعلمي السابق وبأيدي أثمة صلبتموه وقتلتموه هذا أقامه الله من الأموات. ما فيش حد من اليهود قالوا احنا ما قتلناهوش لأنهم عارفين انهم قتلوه. ما فيش واحد قال ما صلبناهوش لأنهم عارفين انهم صلبوه. لكن بطرس وقف وشهد للقيامة ووصلت الرسالة لكل الشعوب وكل الألسنة اللي موجودة في يوم الخمسين، والدليل على حياة ممتلئة بالروح القدس وهذه الرسالة الحية هي أنه في 3000 شخص آمنوا بالرب يسوع وانضموا إلى كنيسة الرب يسوع واعتمدوا في ذلك اليوم. يا لها من فرحة. ونشوف أن يوم الخمسين هو أول يوم للامتلاء بالروح القدس، ونشوف أول ناس ينضموا لعضوية الكنيسة في ذلك اليوم كما سنرى فيما بعد. طيب أسيس رح نأخذ فاصل قصير، وبحب هذه الفرصة أعطي يعني مجال إذا عندك أي استفسار أو أي مداخلة أو حتى عندك سؤال عاوز إنه الأمر يتوضح أكثر، ولا سيما هذا الموضوع موضوع في غاية الأهمية، فأنا بحب أعطيكم هذه الفرصة إنه تتواصلوا معنا. يمكنك تتواصل عن طريق الهاتف أو ممكن تتواصل عن طريق السوشيال ميديا، التواصل الاجتماعي، فبأي وسيلة احنا منحب نسمع منك. ابقوا معي حتى نكمل الحديث بعد هذا الفاصل. أهلا أحبائنا مشاهدينا، حديثنا اليوم عن يوم الخمسين. قبل ما أواصل حديث مع القس رضا عدلي من القاهرة من مصر، رح أخذ مكالمة من ابن الرب من الولايات المتحدة. أهلا وسهلا، أنت معنا على الهواء.
مرحبا قسيس نزار، انا دائما بشوفك وانا بتبارك منك قسيس نزار. ربنا يباركك، شكرا جزيلا. وسلامي للقسيس رضا عضلي. شكرا كثير، انا ما اعرفش اذا سامعك القسيس رضا ولكن بيوصل سلامك. قسيس نزار، في عندي سؤال عن الروح القدس، روح الرب. ما هو الفرق بين سكن الروح القدس والامتلان الروح القدس؟ وكمان في العهد القديم قسيس نزار كان الروح القدس يحل على الانبياء، بس مذكور في العهد الجديد بالانجيل انه الروح القدس لم يعطى بعد إلا غير في العهد الجديد. نعم. طيب هذا سؤال كتير كتير حلو. ابن الرب، ربنا يباركك، رح تسمع الجواب لأنه جزء من هذا الجواب رح نستكمله في الحلقة ورح تكون الصورة متكاملة. شكرا جزيلا، ربنا يباركك. شكرا، ربنا يباركك. أسيس رضا أنت معنا على الهواء. انا الحقيقه ما سمعتش السؤال، لكن يعني انا معك على الهواء طبعا. اوكي، يعني هو جزء من السؤال اكيد تجاوب لانه انت رديت على قسم من السؤال، لان الروح القدس لم يكن قد اعطي بعد، وكمالت الآلي انه يسوع لم يكن او مجد بعد، وشرحت انه في يوم 50 انه هذا الشيء حدث. ولكن سؤاله كان إيش الفرق بين الامتلاء من الروح القدس وسكن الروح القدس، وبتهيأ لأنك راح تشارك عن هذا الموضوع. فيك ترد على السؤال أو فيك إذا نكمل بحديثنا من خلال تكميل الكلام، فيك ترد تجاوب على هذا السؤال. هي أسيس نزار، أنا حابب أقول بس جزئية بسيطة جدا جدا جدا. احنا هنتكلم عن سكن الروح القدس في بعد شويه، لكن عايز اقول ان الامتلاء بالروح القدس ليس معناه اخذ المزيد من الروح القدس. الروح القدس مش ماده اخذ منها شويه واخذ اكتر. الامتلاء بالروح القدس معناته اعطاء الروح القدس المزيد من حياتي. فالروح القدس موجود في كل المؤمنين زي ما هنتكلم بعد شويه، لكن الفكره هو موجود سيد في حياتي ولا لا. وكمان بنبص نلاقي الامتلاء بالروح القدس امر زي ما بيتكلم عنه في افسس 5:18، لا تسكروا بالخمر الذي فيه الخلاعه بل امتلئوا بالروح. نعم. وزي ما السكر اسيت نزار، زي ما السكر هو خطيه الخاطي، عدم الامتلاء بالروح القدس هو خطيه المؤمن، لانه امر بليروسين اللغه اليونانيه، امر الهي. نعم. امتلئوا بالروح فعل امر في زمن المضارع في صيغه الجمع في 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 صيغه المبني للمجهول، يعني دعوا الروح القدس يملأكم ويستمر بملئكم. بالضبط. لكن الحدث بس عشان اوضح انه في يوم 50 اللي اول مره هذا الحدث تم، انه امتلأ الجميع من الروح القدس، لانه بتشوف نفس الايه بتتكرر في سفر اعمال الرسل مثلا في اصحاح 4، وامتلأ الجميع من الروح القدس وابتدأوا يتكلمون بكلام الله بكل مجاهرة. 9 مرات فيها حوادث امتلاء في سفر الأعمال، لكن دي أول مرة نلاقي الامتلاء بالروح القدس بيتم بهذه الصورة بعد تمجيد يسوع في يوم 50. اتفضل أسيس كمل. يعني الحقيقة أنه لو حياتك سمحت لي اني اتقدم في الموضوع، بنبص نلاقي انه في يوم 50 اذا نجد مش بس الامتلاء بالروح القدس، نلاقي كمان مواهب الروح القدس. يقول لنا ابتدأوا يتكلمون بألسنة اخرى كما اعطاهم الروح ان ينطقوا، ان يتكلموا. انا مش عايز اقف عند التكلم بألسنة لانه ممكن يكون موضوع طويل، ويمكن ان يكون في اراء متباينه مختلفه، ونحن نحترم كل الاراء ووجهات النظر للكنائس المختلفة. لكن عايز أقول الشيء المميز هو أنه الروح القدس عندما حل في يوم 50 أعطى للكنيسة مواهب. نحن نقرأ عن المواهب
في افسس 4 نقرا عن المواهب في روميه 12 ونقرا عن المواهب في كورنثوس الاولى 12 وكورنثوس الاولى 14 وفي بطرس الاولى 4 يعني نقرا عن المواهب كتير، لكن دي اول مره نلاقي ان الروح القدس بيدي الكنيسه مواهب. وانا بشكر الله من اجل المواهب المختلفه، القدرات الروحيه اللي الرب بيستخدمها عشان يخدم الجسد، ليكن كل واحد بحسب ما اخذ موهبه يخدم بها بعضكم بعضا كوكلاء صالحين على نعمه الله المتنوعه زي ما بيتكلم في بطرس الاولى 14. فالنهارده الرب بيعطي مواهب للروح القدس، يعطي موهبه زي تكلم الالسنه في ذلك الوقت، او ترجمه الالسنه، او مواهب شفاء، او وعظ، او تدبير، او الرحم فليكن بسرور، المعطي فبسخاء، المحبه فلتكن بلا رياء. نبص نلاقي مواهب تدبير ومواهب اعوان، نبص نلاقي في مواهب كثيره الرب بيديها، ونبص نلاقي في انواع كثيره من المواهب. أسيس نزار، انت ربنا عطيك موهبه هي موهبه الميديا، دي مش موجوده عند بلايين الناس، لكن الروح القدس عطاك الموهبه دي. انه المواهب، انا راجل قديم فربنا عطاني موهبه الاذاعه وهلما جرى. الروح القدس بيدي مواهب، يدي رعاة، أعطى البعض أن يكونوا رعاة ومعلمين وهلما جرى. الروح القدس بنشوفه في يوم الخمسين بيدي الكنيسة مواهب حقيقية عشان تعلنه وعشان تمجده وعشان نخدم بعض كوكلاء صالحين على نعمة الله المتنوعة. أول مرة نلاقي هذه المواهب موجودة ولكل المؤمنين، يقولوا على عبيدي وعلى إمائي يرى شبابكم رؤى، يحلم شيوخكم أحلاما، يعني بدون تمييز لا في الجنس ولا في الثقافة ولا في الغنى أو الفقر ولا في السن ولا في المركز الاجتماعي. لكن نبص نلاقي الرب بيسكب الروح القدس وبيعطي مواهبه للكنيسة بدون تمييز ولا تفرقة، لأن في المسيح يسوع ليس ذكر وأنثى لكن كل واحد في المسيح. أسيس بعد إذنك رح أخذ مكالمة. الأخ زكريا من المغرب، أهلا وسهلا أخ زكريا، أنت معنا على الهواء. سلام ونعمة، سلام ونعمة المسيح معك يا أخ زكريا. أشكرك على برنامج ليكن نور فكان نور وزال ظلام الإسلام على البشرية كلها عن شمال إفريقيا. ربنا يباركك يا أخ زكريا. الله يحفظك. بخصوص يوم الخمسين حلو الروح القدس، يعني كتاب مقدس هو كتاب من عند الله وليس كتاب القرآن. القرآن هو عبارة عن أشعار و يعني قصائد شعرية، ليس كتاب مقدس. كتاب مقدس هو كلام الله مفهوم، يعني متسلسل متناسق، يعني وكل يعني أصفار هو عبارة عن أصحاح و يعني أقدم ليس القرآن. القرآن هو مباشرة القرن 17 هم وزنات سورة الأوطار البقرة وصور عدة حيوانات، يعني كأن القرآن هو منزل للحيوانات ليس ليخاطب البشر، وصورة الجين وغيره، يعني هي طلاسم سحرية مجمعة في الكتاب، ليس كالكتاب المقدس. الكتاب المقدس هو من عند الله، يعني كله كلام موزون، يعني يخاطب البشرية ويخاطب القلب، لا تحتاج إلى كتب تفسير وغيرها. يعني القرآن إذا أردت أن تفسيره يعني مكتوب باللغة، عدة لغات، اللغة السوريالية، اللغة الأرامية، واللغة العبرية، يعني كلمة ألقاء هي ياسو ألف لام را وغيرها. وحتى صورة الكوثر، الكوثر معناها هي الصبر باللغة السوريالية وليس نعرف الجن، وهي قصيدة يعني ترنيمة سوريانية وأخذ القرآن وأخذ محمد دسة القرآن. حتى صورة يعني المعوذتين، قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفراغ، يعني صورة القرص هي آية تلاقي سحرية إبعاد الشيطان ودسه في القرآن. أخ زكريا، أخ زكريا المداخلة، يعني كلامك وصل. طبعا الكتاب المقدس هو كتاب إلهي، لكن للأسف الصوت مش واضح،
أخ زكريا، زي ما قلت لك بليز يعني دايما اتواصل معنا، بس عشان كمان نعطي فرصة للموضوع انه نستكمل الموضوع. خليني ارجع معك قسيس رضا، انه هذا اليوم يوم 50 حل الروح القدس، ومثل ما ذكرت انه في هذا اليوم الرب اعطى مواهب الروح القدس، هذه المواهب للكنيسة. وانا عاوزك تكمل يعني في الموضوع عن تميز هذا اليوم. الحقيقة سيس نزار احنا لحد الوقت ذكرنا كم نقطة، وانا احب ان احنا نلخصهم بسرعة. احنا ذكرنا خمس نقاط بالضبط، قولهم لنا سيس نزار. اوكي، نمرة واحد هو يوم تمجيد يسوع، نمرة اثنين اتمام وعد يسوع، نمرة ثلاثة تحقيق او تتميم نبوات العهد القديم، نمرة اربعة يوم الامتلاء بقل التعريف، يوم الامتلاء بالروح القدس، ونمرة خمسة ذكرت انه يوم اعطاء مواهب الروح القدس. فمنيجي لنقطة السادسة، او اذا في اكتر كمان. النقطة السادسة، في عندي نقطتين تانية سيس نزار. أوكي. النقطة السادسة هو يوم معمودية الروح القدس. هون لازم توضح شوي اكتر السيس، وضح. نعم، هون محتاج توضح شوي اكتر. ايوه، هو يوم معمودية الروح القدس، بيتكلم في سفر الاعمال اصحاح واحد الاية خمسة، الرب يسوع بيقول لان يوحنا عمد بالماء واما انتم فستتعمدون بالروح القدس ليس بعد هذه الايام بكثير. معمودية الروح القدس واحد من ضمن المعاني الاساسية بتاعتها هي دمج المؤمن في جسد المسيح. بيقول في كورنثوس الأولى 12-13، ودي الآية التعليمية عن معمودية الروح القدس، لأننا جميعنا بروح واحد أيضا اعتمدنا إلى جسد واحد، يهودا كنا أم يونانيين، عبيدا أم أحرارا، وجميعنا سقينا روحا واحدا. فمعمودية الروح القدس تاخد نزار شاهين، وتاخد رضا عدلي، وتاخد الأخ زكريا اللي اتصل من شوية، وتاخد الأخت مريم، وتاخد سين وصاد وعين من الناس اللي يؤمنوا بالمسيح، وتحطه في المكان المناسب في جسد المسيح. تاخدنا زي ما احنا بعملنا، تغيرنا، تهيئنا، تجددنا، ويحطنا في جسد المسيح، بمعنى انه يستخدمني عشان خاطر يديني موهبة، فالعين تقوم بشغلها، الصباع يقوم بشغله، المناخير تقوم بشغلها، وكلنا نبقى بنشكل جسد واحد هو جسد المسيح. المسيح هو الرأس، والمسيح هو الجسد، هو جسد المسيح، وده رأس المسيح، فالمسيح هو الكل في الكل. ومعمودية الروح القدس تحطني جوه جسد المسيح، تحطني في المكان الصحيح جوه جسد المسيح. عشان كده أنا عايز أقول لكل مؤمن، إن كنت عضو في جسد المسيح أشكره، أقول أشكرك يا رب، الروح القدس حطني في المكان المناسب. هو بيقول أما أنتم فستتعمدون ليس بعد هذه الأيام بكثير، وفعلاً ظهر الرب يسوع 40 يوم للتلاميذ، وبعدين في يوم 50 أتى الروح القدس لكي يعمد الكنيسة، وأتى الروح القدس لكي يعمد كنيسة الأمم في بيت كارنيليوس في أعمال 10، زي بالضبط ما حدث في البداءة مع جماعة اليهود في يوم 50 في أورشليم. أنا بشكر ربنا يا سيس نزار ان احنا موجودين في جسد المسيح، وان الروح القدس اخذنا نجرنا ووضبنا وعدلنا وهيئنا وجددنا ووضعنا في جسد الرب يسوع. فالروح القدس في يوم 50 يوم متميز، لان الرب يسوع قال انتم ستتعمدون بالروح القدس ليس بعد هذه الايام بكثير، وده اللي حصل معانا في حصل في يوم 50. كان السؤال أسيس رضا عن يعني ايه الفرق بين سكن الروح، الامتلاء بالروح، ومعمودية الروح، ولو بدقيقة بس تعطي التوضيح عشان ناخذ النقطة الأخيرة، لأنه لسه عاوزين نستكمل الموضوع. الحقيقة أنه الـ 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 الروح القدس في العهد القديم يا أسيس نزار كان بيحل على بعض الأفراد لكي يؤدوا مهمة معينة. نعم، زي مثلا ما يأتي الروح القدس على بصليل
عشان يبقى شخص ماهر شاطر عشان يصنع ما يجب أن يصنعه في خيمة الاجتماع. فالرب يديله حكمة، يديله نعمة عشان أدوات الخيمة، فبيحل على بعض الأفراد. زي مثلا الأنبياء في العهد القديم، لم تأتي نبوة قط بمشيئة إنسان، بل تكلم أناس الله مسوقين من الروح القدس. نعم. فكان بيحل على بعض الأفراد لأداء مهمة معينة، مثل شمشون محددة، مثل جدعون، مثل أشخاص يعني. تمام. لكن كمان كان بيفارقهم بعد أداء هذه المهمة. أوكي. فلم يكن الروح القدس يسكن في المؤمنين في العهد القديم بصفة دائمة، لكن النهاردة الروح القدس بدل ما كان بيسكن في الخيمة، خيمة الاجتماع أو في الهيكل، أصبح الروح القدس بيسكن في الكنيسة. نسمع من فضلكم الهيكل الجديد ده مش خيمة الاجتماع ولا الهيكل بتاع سليمان، يقول لنا الكتاب في أفسس 2:20-21، أفسس 2 يقول كل البناء مركبا معا ينمو هيكلا مقدسا في الرب، الذي فيه أنتم أيضا مبنيون معا مسكنا لله في الروح. فأصبح النهاردة الروح القدس بيسكن في الكنيسة، وأصبح الروح القدس بيسكن بصفة دائمة في كل مؤمن. يقول لنا في كورنثوس الأولى أصحاح 3 الآية 16 و17، أما تعلمون أنكم هيكل الله وروح الله يسكن فيكم؟ فأصبح النهاردة الروح القدس موجود بصفة دائمة، مش بيحل على بعض الأفراد لأداء مهمة معينة محددة ثم يفارقهم، لا، أصبح الروح القدس ساكن في حياة كل المؤمنين ولن يفارقهم. والفرق أنه بالعهد الجديد أنه الروح القدس لا يفارق المؤمن. ممكن تحزن الروح أو تقاوم الروح أو تطفئ الروح أو تجرب الروح كما هو مكتوب طبعا في كلمة الله، ولكن سكن الروح في هيكل الله في جسد المسيح أنه يعني ماكث فينا ومعنا إلى الأبد. الحقيقة الامتلاء بالروح القدس هو إعطاء السيادة للروح القدس الموجود في حياتي، إن الروح القدس يكون سيد في حياتي. نعم. إني أنا أكون مطيع، بسلك بالروح، بشهد بالروح، عايش بالروح القدس، والروح القدس هو اللي بيرشدني، بينور حياتي من خلال كلمته المقدسة. فالامتلاء بالروح القدس ليس أخذ المزيد من الروح القدس، لكن زي ما أنا قلت في مرة من المرات، في كل قلب عرش وصليب. عندما تكون الذات على العرش يكون المسيح على الصليب، وعندما يكون المسيح على العرش تكون الذات على الصليب. عندئذ أمتلئ بالروح القدس، أحيي حياة الامتلاء بصفة مستمرة عندما يكون المسيح على عرش حياتي بالفعل. آمين آمين. وإذا ممكن نحكي على النقطة الأخيرة، لأنك تذكرت فيه كمان نقطتين، حكيت عن معمودية الروح القدس، إيش النقطة الأخيرة؟ النقطة الأخيرة هو يوم الكرازة والانضمام لعضوية الكنيسة. ما الرسل كانوا خايفين يا أسيس نزار، وده شيء طبيعي، كانوا قاعدين في العلية خايفين ومرعوبين والأبواب مغلقة، يعني يمكن حاطين ترابيزات وكراسي وورا البيبان، عشان كده يسوع أتى إليهم والأبواب مغلقة، كانوا خايفين. بطرس أنكر، توما شك، حتى كلهم شكوا فيه لما ظهر لهم. لكن بمجيء الروح القدس، الروح القدس عطى للتلاميذ اللي خايفين، الجبناء اللي العالم كله ضدهم، الإمبراطورية الرومانية ضدهم، اللي اليهود بيضطهدوهم، اللي اتحرموا من لقمة العيش، اللي اتطردوا من بيوتهم، اللي كانوا يا إما يقولوا قيصر رب يا إما يتحكموا، اللي أعطوا للأسود، اللي أضاء بهم نيرون روما بأجسادهم وولع فيها. الرب عطى جرأة للكنيسة، عشان كده وقف بطرس اللي أنكر المسيح وقال أنا معرفوش وجدف، وقف بطرس وقال لهم إن يسوع هذا الذي صلبتموه أنتم هذا أقامه الله. أشكرك يا رب من كل القلب. فده كان يوم الكرازة بيسوع المسيح، يوم الشهادة ليسوع المقام، ويوم الانضمام لعضوية الكنيسة. لما سمع اليهود كلام بطرس
واللي أكد فيه إن النبوات اللي جت عن المسيح في العهد القديم، لأنك لن تترك نفسي في الهوية، لن تدع تقيك يرى فسادا. وشاف إن الكلمات، اليهود شافوا إن الكلمات دي تنطبق على شخص الرب يسوع نفسه، وكلمات يوئيل، كلمات حزقيال، كلمات إشعياء، كلمات الكتاب المقدس كله اللي بتتكلم عن الرب يسوع، عن قيامته وعن مجيء الروح القدس. قال البطرس: ماذا نفعل أيها الرجال؟ ماذا نصنع أيها الرجال الإخوة؟ نخلص قلوبهم. بطرس قال لهم: توبوا وليعتمد كل واحد منكم فتقبلوا فتنالوا غفران الخطايا وعطية الروح القدس. وهنا نبص نلاقي الرب يسوع بالروح القدس بيعمل في قلب الناس، مش بالباع ولا الدراع ولا بالقوة، لا لا لا، نخلص قلوبهم. يقول لنا الكتاب: وانضم في ذلك اليوم نحو 3000 نفس اعتمدوا. وكان ده أول انضمام لعضوية الكنيسة بعد قيامة المسيح في يوم 50، 3000 نفس. زي ما دايما بنقول يا أسيس نزار، ممكن 3000 عظة ما تربحش واحد للمسيح، لكن بطرس في عظة واحدة ربح 3000، والفارق الكبير هو الروح القدس اللي صنع من بطرس الرعديد بطرس الصنديد اللي بيشهد لشخص الرب يسوع، هو يوم الانضمام لعضوية الكنيسة. أسيس رضا، فينا نقول أنه هذا اليوم هو يوم ولادة الكنيسة، ملكوت الجديد اللي علم عنه يسوع المسيح، ولو في دقيقة أسيس رضا. الحقيقة أسيس نزار، أنا بشوف أنه الكنيسة في العهد القديم كمان، يعني في سفر الأعمال أصحاح 7 الآية 38 يكلمنا استفانوس عن الكنيسة التي في البرية. كل المؤمنين بتوع العهد القديم هم الكنيسة، كنيسة العهد القديم ككلمة باللغة العبرية، وسبحك. لكن العهد الجديد دي الكنيسة اللي الرب يسوع أسسها وقال: هذا هو دمي الذي للعهد الجديد. ودي كانت الشهادة الرائعة إن الرب يسوع تمم العهد الجديد اللي قصد إن هو يصنعه، انطلاقة الكنيسة المسيحية اللي انطلقت في كل العالم واللي بتوصل رسالة المسيح، واللي المسيح بيغير فيها البعيدين والقريبين، هي انطلاقة الكنيسة لإتمام الإرسالية العظمى. الرب يسوع قال لهم: دفع إلي كل سلطان في السماء وعلى الأرض، فاذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس وعلموهم أن يحفظوا جميع ما أوصيتكم به، وها أنا معكم كل الأيام إلى القضاء الظاهر. وبنبص نلاقي إذا كانت البشائر بتقدم لنا حياة يسوع مدة 30 سنة، سفر الأعمال بيقدم لنا عمل الكنيسة وكراسة الكنيسة لمدة 30 سنة، ولا تزال الكنيسة بقوة الروح القدس تعمل عمل الله وتكرز وتربح النفوس له. آمين آمين. قسيس رضا، يعني أنا بشكرك كتير، الوقت أزف، إحنا في النهاية. ربنا يباركك ويبارك خدمتك ويعطيك الصحة والطاقة كما اعتدنا أن نشوف القسيس رضا. شكرا جزيلا قسيس رضا، وإن شاء الرب رح تكون معنا في حلقات أخرى بالمستقبل القريب. إخوتي وأخواتي، ربنا يباركك. أحبائي، طبعا يوم 50 هو مش بس يوم تاريخي أو حدث تاريخي، لكن هو يوم عمل عميق بالروح القدس في الكيان والقلب. وفي هذا اليوم، يوم الكنيسة طبعا اللي اقتناها كنيسة الله، اللي اقتناها بدمه، يعني اندفع فيك ثمن غالي، فأنا بصلي إنه هذا الموضوع يلمسك ويغير حياتك. بحب أسمع منك، الرب يباركك.